السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بحضراتكم. سعيد جدا بلقائكم، يعلم ربنا أنا ببقى سعيد جدا جدا لما بصراحة بصور الحلقة معكم، بالفعل بشعر أن أنتوا أمان. اليوم إن شاء الله هنستكمل دروس ابدأ معنا خطوة بخطوة، ماشي؟ ولكن اليوم بقى هنقول على اسم أسماء الإشارة. إيه هي أسماء الإشارة دي؟ أسماء الإشارة هو أنا بشاور على شيء معين، ماشي؟ بشاور على رجل، بشاور على امرأة أو على فتاة، بشاور على ولدين أو بنتين، أو بشاور على نساء كثيرة أو رجال كثيرة، أو بشاور على حيوان زي قط مثلا أو أسد، بشاور على نبات زي وردة. دي اسمها كلها إشارة، أسماء إشارة. فأنا بقول إيه؟ هذا ولد، هذا ولد. طب والبنت؟ ما ينفعش أقول هذا بنت، لا 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 خالص، لا يجوز. هذه بنت. هنكتب بقى كده الأول ونشوف واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا ربي، وإن شئت يا ربي جعلت الحزن سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا، أصل كلمة هذا أهي، ها؟ ذا، هذا، دي أصل الكلمة، دي أصل الكلمة. طيب بتكتب بهذا الشكل؟ لا. ليه يا أستاذ؟ اتفقنا إن في حروف تنطق ولا تكتب، وحروف تكتب ولا تنطق. الحروف التي تكتب ولا تنطق اللام الشمسية، والحروف التي تنطق ولا تكتب التنوين، تمام؟ وه والالف بتاع اسماء الاشاره. يبقى اسم الاشاره هذا به حرف ايه؟ ها؟ ينطق ولكن لا يكتب، ينطق ولكن ايه؟ لا يكتب. ايه هو الحرف ده؟ خد بالك، حرف الالف، صح؟ اصل دي حروف تانيه هتبقى فيها لام كمان، ماشي؟ هذا، هذا، هذا بنقول عليه اسم إشارة بشاور بيه، بس بشاور بيه على مين بقى؟ ركز معايا، على المذكر. إيه المذكر ده يا أستاذ؟ الولد، التلميذ، الطبيب، المهندس، رجل يعني، ماشي؟ بس كده؟ آه. طب بيقول لي إيه؟ اسم إشارة للعاقل. هو مين العاقل؟ مين العاقل؟ الإنسان. طيب وقال لي وغير العاقل، وغير الايه؟ العاقل. يعني أقول ايه؟ هذا بيت، هذا قلم، هذا فرع، هذا باب، هذا أسد، هذا قط، هذا نمر. يبقى إذن هذا لإيه بقى؟ للعاقل وغير العاقل المذكر، العاقل وغير العاقل الإيه؟ المذكر. يبقى نقول إيه؟ هذا ولد. ها؟ خدنا طبعا الكلمة، لا مش هقول هذا ولد، هقول هذا الولد، عشان نشوف بقى في هنا بقى نكتب ازاي. هذا الولد، ال يبقى ألف وإيه؟ ولام. وطالما قلت ال ونطقت الألف واللام، يبقى إذن الكلمة أصلا لام قمري. إيه يعني إيه كلام قمري؟ يعني الحرف اللي بعد اللام هينطق مرة واحدة. الوا، وا، 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 أهي دي الواو.
ركز معايا، مش هقول هذا الولد، لا لا، انا عايز اقول هذا عشان ناخد المد كمان. ما احنا خدنا المد بالالف والياء والواو. لا لسه ما خدناهوش، لسه ما خدناش المد بالالف والياء والواو. مش متذكر بصراحه، بس على ما اظن احنا خدناه مد بالالف والياء والواو خدناه. هقول هذا الوالد، الوالد اللي هو الاب. هذا يبقى الواو بعدها مد بايه؟ ها الواو مالها كده الاول؟ وا مفتوحه. الحرف المفتوح اذا جاء بعده مد ياتي مد بالالف، والف بدون همزه، يبقى هنا اقول ايه؟ الوا، ما اقولش الوا الوا، لا مش الوا الا، لا 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 خالص. ليه؟ ما هي الوا، لا اصل الالف واللام دي، الالف مفتوحه واللام ساكنه، يبقى لازم ينطق دول لوحدهم الاول واقف عنديهم. يبقى ازاي اقرا الكلمه؟ اشوف الالف واللام، الالف واللام دائما واحد مفتوح الثاني ساكن على طول، الالف دائما مفتوح واللام ساكنه. ال، ها، والمد بينطق مع الممدود. يعني ايه مد مع ممدود؟ انطق اقول ايه؟ واء، لا المد لا ينطق. امال يعني ايه بينطق مع الممدود؟ بمد حركه الممدود. ايه الممدود ده يا استاذ؟ هو المد عندي بايه؟ مش المد عندي ثلاث انواع؟ بالالف والياء والواو. هنا مد بايه؟ بالالف. ده اسمه المد، ده اسمه حرف المد. الحرف اللي قبليه هو ده اللي بنمده، فعشان كده بقول عليه ممدود. يبقى نقول ايه؟ ال و، ها خدنا الحروف الساكنه ولا ما خدناهاش؟ ها هيقول ايه؟ لد، لد، يبقى اللام كتب الاول ليه، يبقى اللام على طول اكتب اللام الاول ليه، يبقى اللام مكسوره. لد د د د د د د د وليس الض، ما قلتش الوالد، انا قلت الوالد د د د، يبقى الدال. الدال هنا عليها ايه بقى؟ ها هذا الوالد، خد بالك انا هحط عليها سكون، هي المفروض ما تبقاش عليها سكون، بس انا هحط عليها سكون عشان بس نعرف نقرا الكلمات كويس. ها هقرا ازاي الكلمات بقى؟ هقول ايه الكلمه قدامي اهي، هقطعها ثلاث اجزاء او جزئين، يا ثلاث اجزاء يا جزئين، ما الكلمه لازم تتقطع يا جزء واحد يا جزئين يا ثلاث اجزاء، ما بتزيدش عن كده. ها بنقول القاعدة بتاع التجزئة بقى ايه؟ بتاع التقطيع ايه؟ بنقول الساكن مع اللي قبله، يبقى هاخد الألف مع اللام لوحدهم. والمد مع الممدود، يبقى هاخد الواو مع الألف المد بتاعها. وهنا ده هنا لسه في سكون يا أستاذ، يبقى هاخد برضو الساكن ده أهو مع اللي قبله أهو. وهقرأ الكلمة على ثلاث مقاطع، مش دي ثلاث مقاطع؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى عند كل حرف، ده هنا كده ما شاء الله، بقى كل حرفين في مقطع، تمام. هنطق الألف واللام ازاي؟ أقول وأقف غلط. لازم أقول والحم اللام في الألف، ألحمها ازاي يا أستاذ؟ آخد جزء من اللام. يعني إيه؟ يعني ما أقولش لا. لا اصبحت انا نطقت اللام كلها ومفتوحه، امال اقول ايه؟ اما الالف هنطقه كامل. طب هنطق الالف كاملا واللام جزء من اللام، فانا اقول ايه؟ شوف كامله اهي، ال ما قلتش لا، لو قلت لا يبقى نطقتها في مخرج لوحده اهو، ولا نطقتها في مخرج لوحده، يبقى مقطعين اتنين. لا لا انا بقول ايه؟ ال. تقدر تقسم لي الحرفين اللي انا نطقتهم دول على مقطعين؟ لا يمكن. ال هو مقطع اهو، ال ما قلتش لا، ال ال كذلك المد، و بس امد شويه، و لد اللام مكسوره والدال على سكون، تبقى ايه؟ اللام مكسوره اقول ليه كامله، ليه بس ما اقولش ليه واقف. لد
هذا الوالد. ممكن اقول ايه تاني؟ ها ركز معايا. عايزين ناخد كلمة فيها لام شمسية. هذا وخدنا منها عليها حلقة امبارح. هذا الذئب. الذئب ركز معايا. هذا ايه؟ هذا الذئب. الذي نطق الاء مفتوح. احنا قلنا دايما الاء مفتوحه، الاء مفتوحه لكن ما نطقش بعدها لام ساكنه، ده نطق بعدها حرف مكرر مرتين، مكرر مرتين اللي هو ايه؟ الذي. الذاء. الذاء من الحروف اللثويه، اللثويه اللي بخرج جزء من لساني بين اسناني وانا بنطقها. ها ايه الحروف اللثويه؟ الثاء والذاء والظاء. ظاء ماشي. فهو بيقول ايه؟ هذا الذي. الذ. شوف قال ايه؟ ما قاليش ا ووقف، قال لي از. از ده ناطق الف وزين، بس زين هنا ناطق عليه بقى ايه؟ عليها سكون اهي. بص از اهي اهو، هو اللي بيقول از. ها مش دي هتنطق كده؟ تمام. بس ما قاليش از. أذئب. أذئب لا، قال لي أذي. أذ أهي. أذ ذي. الله نطق الدال مرتين، ما تتكتبش مرتين، وهقول لك إمتى تكتبها مرتين. ها أذي. أذي طالما نطق الألف مفتوحة، مفتوحة يا حبايبي لازم تكون مفتوحة، ونطق الحرف اللي بعد الألف مرتين اتنين، مرتين اتنين، مرتين اتنين. يبقى الكلمة فيها ايه؟ ألف ولام. ليه ألف ولام يا أستاذ؟ لأن احنا قلنا من حروف التي تنطق ولا تكتب، آسف، تكتب ولا تنطق حروف اللام الشمسية. أعرفها ازاي يا أستاذ؟ بننطق فيها الالف فقط، وبعد منه الحرف ينطق مرتين، واللام ولا كانها موجوده. الذي. ذي اهي الذال. ذي غلط كده. غلط ليه؟ غلط يا استاذ لان كده الذال نطقت مره واحده مكسوره. اذي. اذي لا 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 غلط. نقول ايه؟ الذي ده عليها سكون اهو يا استاذ، عليها سكون. طب السكون ده بقى بنحط له علامه، بنحط مش عشان خاطر السكون، لا، الذال الساكنه بنضع مكانها شده. يبقى الحرف اللي عليه شده معناه ان هو الحرف ده هينطق مرتين، مره عليه سكون ذال ساكنه ودال مكسوره، ذال ساكنه ودال ايه مكسوره؟ عشان بيقول ايه؟ الذي. الذئ. الذئ. ذئ. في هنا ألف أكتبه على إيه؟ ركز معايا كويس جدا. ده مش ألف، ده فيه همزة يا أستاذ، برافو عليك. أكتبها على إيه؟ الذئ. ده الهمزة هنا ساكنة، ما يلزمكش ولا يهمك أي حاجة. ركز معايا عشان اكتب الهمزات بطريقة صحيحة وجميلة جدا وسهلة خالص. لو قلنا الهمزات بتكتب على ثلاث أشكال، أربع أشكال، بس احنا هنقول على نبرة أو على واو، تمام؟ خلاص؟ أو على ألف أو على السطر. ركز معايا، تكتب على نبرة إذا كانت مكسورة، كسرة اهي، هعمل كسرة اهي. وتكتب على واو إذا كانت مضمومة. وتكتب على ألف إذا كانت مفتوحة. تمام؟ وتكتب على السطر
إذا كانت ساكنة. طب إيه ده يا أستاذ أنت بتعمله ده؟ أنت عملت هنا كسرتين وضمتين وفتحتين واتنين سكون. أولاً السكون ليست حركة. السكون يا حبيب قلبي هي علامة. علامة تدل على الوقف وليست حركة، الحركة الفتحة والكسرة والضم. تمام؟ طب أمال أنت عملت كسرتين ليه؟ عشان أسهل لك الأمور خالص، ركز معايا. بقول لي الذئب، الذئب، ركز معايا. يا إما الهمزة تيجي مكسورة، لا ده ما جاتش مكسورة، ده جه عليها سكون ولا يلزمك. ولا يكون في دماغك اي حاجه. هشوف الحرف اللي قبليها مكسور. يبقى على نظر. يبقى يا اما الهمزه مكسوره يا اما اللي قبلها مكسور، تبقى على نظر بسهوله. طب لو الهمزه مش مضمومه تبقى على واو. طب لو مش مضمومه واللي قبلها مضموم تبقى على واو بكل سهوله. طب الهمزه مفتوحه تبقى على الف. طب لو الهمزه ما جاتش مفتوحه يا استاذ هشوف الحرف اللي قبليها، حرف اللي قبلك ايه؟ مفتوح تبقى برضه على الف. تمام؟ ها؟ الهمزه جايه عليها يا استاذ سكون تبقى على السطر. حتى لو اللي قبلها اي شيء ساكن برضه على السطر. مد بالالف برضه على السطر. بكل سهوله على فكره قواعد الهمزه، احنا خدنا القاعده بتاع الهمزه على نبره في الحلقه السابقه. هناخد بقية الحلقات. الهمزة سهلة جدا جدا وتقدر تكتب أي كلمة. وإن شاء الله بإذن الله هناخد إملاء عن الهمزة في نهاية حلقات الهمزة، إملاء كبير جدا. وقف سائل يسأل سؤالا فأجابه المسؤول فجأة أو فاجأه بشيء بسيط. الجملة دي فيها كل قواعد الهمزات بس بعد ما نخلص إن شاء الله. نستكمل؟ ها؟ الذئب، ها؟ ماليش دعوة بالهمزة، الهمزة جاية ساكنة، ما عنديش الكلام ده، أنا عايز أشوف اللي قبلها، اللي قبلها ساكن؟ لا مكسور يا أستاذ، يبقى على نبرة. الذئب. بو. ما ينفعش اقول الذئب، لا ما ينفعش اتنين سكون خالص. الذئب بو. بو. ما اقولش بو بقى تروح جاي عامل لي مد بالواو. ها؟ قبل ما تعمل المد يا حبيبي ركز شويه الله يبارك لك. قبل ما ايدك كده تكتب المد اقف شويه كده شوف الحرف اللي انت هتمده ايه؟ حرف الباء هتمده بالواو؟ لا هتجيبه بره كده. الباء اهو وعليه ضم. هقراه ايه؟ بو. طب ما انا ما قلتش حاجه. ما انا قلت ايه؟ الذئب بو يبقى مفيش مد. امال امتى تبقى فيها مد؟ لما اقول الذئب زي كلمه الوالد هذا خلاص. هذا الوالد هذا الذئب. هنا هذا جت للمفرد، المفرد واحد اهو بس مفرد، المذكر العاقل، وجت للمفرد المذكر غير العاقل. وغير العاقل بقى خد بالك بقى أي حاجة غير الإنسان غير عاقلة. أي حاجة؟ أي مخلوقات ربنا خلقها غير الإنسان غير عاقل. حتى الملائكة، حتى الملائكة. وهذه الملائكة. ركز معايا. يبقى هذا الوالد هذا اسم إشارة بشاور بيه على المذكر المفرد، المفرد يعني بتكلم عن واحد بس. ها؟ وغير الإيه؟ والمفرد هنا العاقل وهنا غير العاقل. ممكن أقول إيه؟ هذا الثعلب. هذا رجل. مش لازم يبقى فيه ألف ولام، بس أنا بقول لك الألف ولام عشان برضه نسترجع اللام القمرية واللام الشمسية. والهمزة اللي على نبرة. ماشي؟ طب هذا ده اسم واحد من الاسماء، في اسماء اشاره كتير، بس احنا هناخد الاسم الثاني. هذان. هذان، النهارده هناخد هذا وهذان. طيب هذان، هذان، هذان يعني ايه؟ يعني واحد، ده هذا يعني واحد، يبقى هذان يبقى اثنين، بيتكلم عن اثنين، مثنى. طب هعمل ازاي يا استاذ؟ ركز بقى، ركز، اهو.
ايه ده يا استاذ؟ يعني انت حطيت الالف. ايوه، في المثنى بيوضع الالف في انا بتكلم عن الاثنين اهو، يوضع الالف بقى هنا بقى الكلمة فيها الف مكتوب ومقروء. هذان هذان هذاني هذان هذان، بتكلم عن اثنين. ايوه، وخد بالك برضو اثنين مذكر وعاقل وغير عاقل. هعمل الايه؟ الوالد. الوالد هخليهم اتنين ازاي؟ ركز، بكل سهولة بكل سهولة تقدر تخلي المفرد مثنى. ازاي يا استاذ؟ هل الكلمة دي زي ما هي كده؟ اهي الوالد، مش هي كده؟ الوالد، صح؟ تمام. هعمل ايه عشان اخليها مثنى؟ بكل سهولة هحط لها حاجتين اتنين، هحط لها حاجتين اتنين، حرفين اتنين. يا اما احط لها الف ونون، الف بدون همزة ونون، يا اما اضع لها ياء ونون. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ممكن اقول الوالداء، مش جامد اهو، الوالدان، او الوالدي، دي دي اهي الدال هنا، هناخدها بقى واحده واحده كده. ها، مش دي اسمها الوالد؟ الوالد الدال كانت عليها سكون لان هي اخر حرف. هنا بقى الوالي دا دا عشان ببدي بالالف اهو، الوالدان. ها، او الوالدين اهي. الوالي دي 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 الوالدين. شوف دي ايه؟ دان، ودي دين. مفيش مد بالياء هنا، هنا مفيش مد بالياء. ليه؟ لان الحرف الاول ده ليه عليها سكون يا استاذ؟ ايوه عليها سكون، بس الحرف اللي قبلها شكله ايه؟ مفتوح، يبقى ما تنفعش تقرا. يبقى هذان بتكلم عن اثنين. هخلي المفرد ده مثنى ازاي؟ احط له يا الف ونون في الاخر، يا ياء ونون في الاخر. طب الذئب، الذئبان او الذئبين. القلم، القلمان او القلمين. التلميذ، التلميذان او التلميذين. الرجل، الرجلان او الرجلين. البنت ما هنتكلم فيها في الحلقه القادمه، اما نشوف ان شاء الله، اما نشوف الايه اخبار الايه كمان شويه، ما فيش مشكله. يبقى هذا الوالد والذئب، يبقى هذا اسم اشاره للمفرد المذكر العاقل وغير عاقل. مذكر يعني واحد، عاقل وغير عاقل، رجل يعني، او قط، قط ده رجل برضه في مذكر ومؤنث. ماشي؟ خلاص؟ هذان هو اسم إشارة بيتكلم عن اثنين، يعني ما ينفعش أقول هذان الولد أو الوالد، هذان الوالد، هذان الوالد، يعني هو اثنين؟ لا طبعًا. يبقى لما يجي لي كلمة هذان، وخد بالك بقى، ولدان، أسدان، بنتان، بنتان، كل دي اخرها نون ساكنه، اوعى تقول لي تنوين. مفيش تنوين فيها خالص. ليه يا استاذ؟ ده انت قلت ايه؟ والد اهي، من غير الف واللام بقت اسمها ايه؟ والدان، دان، النون ساكنه، تمام. في المثنى، المثنى لا ينون. يبقى قبل ما احط كده اي كلام واشيل واحط، اقعد افكر شويه. انت مش هتتعلم كده مش بصعوبة طبعا، التعليم سهل جدا جدا، بس ربنا خلقنا نفكر بقى بالراحة كده. قال ولدان،
أو والدي، والدان، والدان، اثنين، والدان، ده اثنين يا أستاذ، يبقى مفيش تنوين. ما ينفعش. المثنى لا ينون، المثنى لا ينون. الاسم المفرد فقط هو اللي ينون، بس بشرط ما يكونش فيه ألف ولام. يبقى الألف واللام ما أقول ما ينفعش أقول الوالدان. لا، ما ينفعش خالص. لازم أحذف الألف واللام. يبقى والدا، والد، والد، ذئب، ذئب، ذئبا، برضو بعد حذف الالف واللام. يبقى الكلمه اللي فيها الف ولام لا تنون، المثنى لا ينون. متفقين؟ هذا اسم اشاره للواحد بس المذكر العاقل وغير العاقل. هذان اسم اشاره لاثنين، لعاقل برضو وغير عاقل. هعمل ازاي؟ طب هخلي المفرد مثنى ازاي؟ هزود في اخر المفرد الف ونون او ياء ونون. الوالدان او والدان، والدين، ذئبان، ذئبين. هنقول اهو الذئب. ها؟ طب ايه بقى؟ باء. اوعى تكتب لي الباء بقى والالف والنون لوحدها. لا، الالف يتصل، الالف هنا ايه؟ يتصل، مش الف يتصل باللي قبله؟ اهو الذئبان او الذئبين. ناخد الاملاء بتاعتنا. اكتب لي بقى، انا اقول لك على المفرد وانت تخليه مثنى. خليه مثنى. شجره. لا بلاش شجرة دي خالص، بلاش المؤنث دلوقتي، خلينا في المذكر. ماشي؟ تلميذ، طبيب، قلم، كتاب، رجل، نمر، فهد، نكتفي بهذا القدر. اي تواصل، اي استفسار، تواصل معايا على 010-211-69941 وانا تحت امر الجميع. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكلكم، وانا بحبكم كلكم في الله، والسلام عليكم. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.